اهلا بكل متابعي تلفزيون يوم السابع. في اليومين اللي فاتوا طرحت النجمه اللبنانيه كارل سماحه كليب جديد بعنوان شكرا عادي. اللي مش عادي ان احنا نلاقي في الاغنيه انها بتغني للفنان الكبير هاني شاكر في اداء تمثيلي عظيم. اول ما خلص الكليب قلنا خلاص خلصت المفاجآت عادي يعني. لا لقيناها بتغني، لقينا هاني شاكر هو اللي المرة دي بيغني لكارول سماحة في أغنية بقالي كتير، والحقيقة أغنية جميلة جدا جدا جدا. تجربة جديدة وفريدة في عالم الكليبس، بس يعني غريبة شوية، بالذات لو اتفرجتوا على الكليب هتلاقوا إن الكليب تحس إن هو مثلا مرة بنتكلم من رؤية الست أو المرأة في إن هي شايفة الموقف إزاي، ومرة تانية بنشوفها من وجهة نظر الراجل، بس هما الاتنين كليب واحد وفي يعني نجوم كبار جدا جدا. طب مين صاحب الفكرة دي؟ مين المخرجة اللي فكرت وخططت ونفذت؟ مخرجة زي ما بقول لكم، وانتوا عارفين انا بحب الستات جدا فانا بشجعها جدا جدا. خليني اقول لكم ان المخرجة اللي موجودة معايا النهاردة الجميلة مش بس فكرت تطلع بره الصندوق، والصراحة كنت حابة ان انا اقدم لكم ده في المقدمة عشان تعرفوا هي عظيمة قد ايه. هنتكلم عن ده كله خلال اللقاء مع المبدعة والجميلة المخرجة بتول عرفة اللي منوراني، وحقيقة انا مبسوطة ربنا جدا يخليكي، انك موجودة شكرا بجد، النهاردة. ميرسي لذوقك، ميرسي ميرسي جدا، ميرسي ليكي. شكرا. يعني بصي مش عارفة ابتدي معاكي منين ولا منين، مبدئيا كمخرجة وناجحة وشطورة وكمان بتفكر بره الصندوق زي ما بيقولوا اوت اوف ذا بوكس، ايه عملتي ده ازاي؟ انا بس عايزه اوضح حاجه في المقدمه، انا مخرجه فيرجن 1 من الناس الرايقه، مش الفيرجن الثانيه اللي نزلت، بس اول فيرجن والتحضير هي دي اللي كانت اخراجي، بس فيرجن 2 مش بتاعتي. بس في الاول وفي الاخر اشتغلتي على لا، البروجكت. هو انا في البروجكت كنت من اوله، وهو لسه بيبي وبنفكر ان احنا يكون في فكره الدويتو ده، ومن واحنا بنسمع الاوديو ولسه بنكتب بقيه كلامه، انا عشت الاجواء كلها، بس بعد كده لظروف ما يعني تم عمل كليب تاني يعني. طب وبذمتك برضو مش عايزيني اقول النجاح ده الله حرام يخليكي، عليكي. الله يخليكي، يعني ثانك مبروك طبعا على كليب الفنان الكبير هاني شاكر الله وكارول يخليك. سماحة، او الكليبين عشان بس اكون مش ايوه ظالمة. وقولي لي يعني جات لك الفكرة ازاي؟ فكرة حلوة جدا جدا يا بتول، ثانك يو. يعني قولي لي انت، انا هسيبك تتكلمي عشان انا حاسة اني انا اللي عايزة قد ايه انا ميرسي معجبة. ميرسي بجد، شكرا جدا. بصي الفكره، هو شركه لايف ستايل ستوديوز يعني الفتره الاخيره عملنا مع بعض مجموعه كبيره من الكليبات، والحقيقه كنت كل مره بحاول ان انا اقدم فكره غير اللي قبلها واطور اكتر في كل كليب، لغايه لما جين استاذ فهد بعت لي اغنيتين، اغنيه للفنان الكبير هاني شاكر، وبعت لي اغنيه لكارول سماحه او النجمه كارول سماحه. كل واحدة منفردة. لا منفرده وفي وقتين غير بعض، يعني ما اوكي تبعتوليش في وقت واحد خالص يعني. تمام. والمفروض ان انا كنت اشتغل عليهم ستوري بورد. كارول انا وهي لسه عاملين مع بعض كنا اغنيه اسمها بون فواياج، بون فواياج. والاغنيه دي يعني عملت صدى كبير مع الناس، بالذات كمان في لبنان، يعني انا ما كنت لسه في لبنان قريب، لقيت ان هي عامله صدى هناك كبير قوي، وكانت كارول طالعه فيها بشكل جديد، فكان بالنسبه لي لازم الخطوه اللي بعدها مع كارول تكون اكثر نجاحا او اكثر اختلافا، ما ينفعش تقلي، لازم تزيدي. عارفه في فده بون فواياج كمان انا حبيت جدا ان انت اخترتي انك تطلعيها بشكل ان هي صغيره وعندها بقى مرطة وجينز الشباب. ايوه والعصبيه ومجنونه هما وهايبر اظهروا طالعه عامله اللي هو ايه اللي هو ايه انا غيرانه، وطلعت في الاخر في الفيديو ايوه كيف هي غيرانه من واحده طلعت اخته اساسا. ايوه هو عارفاها باي ذا واي، بس يعني هو التسرع، فكره الشخصيه صح المتسرعه الهايبر اللذيذه، صح وهي الحقيقه على فكره كارول على الحقيقه شخصيتها مش بعيده عن الكاركتر بتاع بون فواياج، بس مش الحته بتاعت التسرع، بس هي اكتف قوي وهايبر قوي ودمها خفيف وعلى طول جينز وهزار، يعني ده حته فيها الناس ما كانتش شايفاها. دايما بنشوف الجزء الدرامي اللي فيها يس، اللي هي هو على طول اغاني دراما وبتاع، فهي ف
فده كان جديد وحلو، واعتقد يعني كان قريب للناس قوي، كان يعني الناس اعتقد حبته، فالحمد لله. نرجع بقى للأغنيتين. ازاي؟ بس فبقول لك انا كنت فارق معايا قوي اعمل حاجه مختلفه مع كارول بعد اللي عملناه المره اللي فاتت، بلس طبعا يعني النجم هاني شاكر ده تاريخ كبير طبعا بالنسبه لي. انا كنت يعني انا حتى لما قابلته قلت له جمله، قلت له انا مش هينفع ابقى حاجه عدت مرور الكرام في التاريخ اللي قدامي ده، انا لازم اعمل حاجه تسيب بصمه واثر، يا الا احس ان انا فاشله يعني. فهو حتى ضحك وقال لي يا حبيبتي وانا معاكي وحاسس ان هنعمل حاجه حلوه، بس بس ما ما كانش كنتيش لسه عارفة في فعلا. الفكره. ده الميتنج يعني اللي اتقابلنا فيه. فانا كان طول الوقت اللي هو ايه عايزه افكر، بعدين خلي بالك استاذ هاني كل اغانيه دراما، جدا. وكارول من اكتر المطربات الستات اللي عملت دراما، فاللي هو ما فيش فكره ما عملوهاش يعني، فانك تعملي فكره ده كان شاغلني طول الوقت، لغايه لما في لحظه كده وانا قاعده جالي عارفه الوحي قلت ايه طب ما انا اربط الاغنيتين ببعض. فاول ما فكرت كده جالي الفكره دي، رجعت سمعتهم كذا مره تاني عشان اشوف معنى الكلام هل هيبقى ماتشنج ان هم ينفع يبقوا في ستوري واحده، لقيت ان ممكن ان هم يتعاملوا في ستوري واحده، هي هم اتنين بيحبوا بعض اتفرقوا جم يتقابلوا، هي رافضه تسامح تمام عشان رغم انها بتحب، وهو مشتاق للحب ده، فتنفع تبقى ستوري واحدة، وجهة نظرها ووجهة نظره الاتنين بيحبوا، بس حد موجوع لدرجة انه مش قادر كرامته وجعاه، ايوه وحد فاهم. حاسس ان هو ما عملش الحاجة اللي تستاهل ان يحصل الفراق ده. فشبه ناس كتير في حياتنا، ولما جدا. بتسمعي من وجهة نظر كل واحد بتحس ان هو عنده حق، هو موجوع وهي موجوعة، بس كل واحد موجوع بطريقته. صح. فأنا حبيت أقدم للناس وجهة النظرين الراجل والست، يعني دايما احنا بنسمع من شخص واحد، طب ما ممكن التاني أصلا يكون عنده حق وانت ما تعرفش، فحبيت أعمل الحالة دي. وجهات النظر المختلفة أو رؤية كل واحد للموضوع بشكل مختلف. بالظبط. فقررت ان هي تبقى وان ستوري، نفس البداية ونفس النهاية، واللي في النص حالة كل واحد منهم. بس بس دي أول مرة تقريبا تتعمل في في الوطن العالم، العربي، لا في العالم في العالم. لو سمحتي في العالم. بيتي. من فضلك، عمرها ما حصلت، عمرها ما حصلت طب فعلا. وانتي يعني لما جيتي تحضري لها، ايه اول حاجة جت في بالك؟ وهل بقى حسيتي ان انتي، لا هو يعني هو اللي قبل ان انت هم وافقوا اصلا لا ده انا جاي في موضوع اقناع ده يعني اساسا، مش ده اقناع بعد كده خالص على فكرة، كله اتجنن من اول كلمة بجد فعلا. بجد يعني والله. ردود افعالهم كانت عاملة ازاي؟ كارول 7 8 دقايق ضحك هستيري متواصل ورا بعض في التليفون، بغير انت جبتيها منين دي، وها ها ها انت ضحك 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 ورا بعض، وهي اول واحده انا كلمتها باي ذا واي يعني. كارول جت معاها الضحك وكانت هابي قوي يعني. استاذ هاني قال لي طبعا طبعا، وانا موافق جدا، وقفل، وبعد 10 دقايق رجع كلمني تاني قال لي انا بتاكد بس اللي انا فهمته صح، فقلت له ايوه. فيعني الموضوع حتى استاذ فهد الزاهد اللي هو المنتج برضو يعني اول ما قلت له رحب جدا جدا وقال لي يلا، يعني الحمد لله يعني كلنا كنا نفس الدماغ انتم تقريبا. متحمسين بالظبط للموضوع، بس انتي بحس يعني ما شكيتيش في نفسك اللحظه لما فكرتي في الفكره وحسيتي ايه الجنان اللي انا هعمله ده؟ بصي انا هقول لك حاجه، انا لغايه قبل نزول الكليب بيوم وانا جوايا حاجه من الاثنين، انا قلت دي مش هتعدي كده مرور الكرام، دي حاجه من الاثنين، يا الناس هتقول لي ايه الهبل ده، يا الناس هتقول ايه ده الله احنا بنفكر بشكل مختلف واحنا بنطلع شكل جديد. يعني انا كنت واثقه ان هي هتبقى حاجه من الاثنين دول، فعارفه اللي مستني نتيجه امتحان، انا كنت متخيلة. بجد وحاسه بقى كمان احساس تاني ان انا عندي توأم عارفه الاحساس ده يعني، فاهم فكره كل انت حاجة مرتين. لا انت معاكي اغنيتين، خلي بالك الاستراتيجي كانت ان عشان ده يحصل والفكره تتحقق يعني لازم الاغنيتين ينزلوا اون ذا سبوت في طبعا. نفس اللحظه في نفس الثانيه بنفس تكثيف الدعايه بيردوا على بعض، يعني ده مش سهل، والحقيقه في جزء كبير منه برضو على الشركه ان في الايرنج في القنوات يتذاعوا ورا بعض ينزلوا على اليوتيوب في نفس، لا تفاصيل كتير صعب ان انت يعني
ما تربطهاش ببعض. طبعا. فده كان يعني لا كان والحظ كمان فالنتاين، انت جايه في عيد الحب بس كمان عايزه اقول لك حاجه، احنا نزلنا بعد الفالنتاين باربع يوم خمس ايام 18. بالظبط، بس كمان خلي بالك يعني تفاصيل، يعني على قد ما الموضوع كان لذيذ وممتع بس تفاصيله كانت كتير قوي، سواء في التصوير او في التحضير او في طريقه الاذاعه والبث للناس، يعني تفاصيل كانت كتير قوي. طبعا خلينا بقى نقف عند الحته دي شويه، يلا تفاصيل فعلا كانت كتير. احنا بالظبط لما اتفرجنا في فيديو مره من وجهه نظر الراجل او هاني شاكر صح طبعا الفنان الكبير، ومره من وجهه نظر الفنانه كارول سماحه، شفنا تفاصيل كتير قوي. صح يمكن لما شفناها في الفنان هاني شاكر الاول شفنا وهم متجمعين مع بعض، ولكن بعد كده شفنا كارول سماحه واقفه فوق سطح قاعده بقى بتفتكر في ايوه. ذكرياتها، فكان في تفاصيل وهو كتير كان في غير الرقص الريستورنت، الاستعراضي. وهو كان في الريستورنت في الكوبري تاني. بصي احنا انا الانترو هو في الاثنين، ان هو اثنين صحيح، واتقابلوا مع وكل واحد بعض بيشوف ودخلوا حاله. الحفله، بس حتى الكوبلي الاولاني في الاثنين كان جوه الحفله بس من وجهه نظر مختلفه. يعني كارول في اغنيتها اما كانت بتبص على الترابيزه اللي عليها استاذ هاني، هتلاقي ان هي كانت شايفاه طول الوقت بيضحك وعايش حياته مع البنت، بالظبط. مع ان ده مش حقيقي. بس انت عارفه البنت ده الست دايما لما تبقى غيرانه تقول لك بصي ده قاعد جنبها وعايش حياته. فانا كنت قصده دي في اغنيته، هو فعلا البنت كانت جنبه بس هو ما كانش شايفها، هو كان باصص ليها ومستنيها وحبيبها ويعني فالموضوع في كان وراه نفس مسج السين، كمان. كان نفس السين بس هنا كان له معنى وهنا كان له معنى تاني كان تاني خالص. مختلف. بعدين في الكوبليت تاني انا شفت هي لما مشيت من الحفله لانها غيرتها خلتها مش قادره تقعد والبنت موجوده، وهو بعد كده راح وراه وصالحها. بس في اغنيته انا شفت مشهد اللي سابوا بعض فيه في فاصل الميوزك، شفت المشهد التمثيلي سابوا بعض فيه، وان هو قاعد في الريستورنت بيفتكر اللي هو فيه اصلا حصل الخناقه وبيفتكر الاحداث. بس يعني بصي بجد موضوع انا مش كبير قادره قوي. اقول لك استمتعت قد ايه. لا والله انت واخده بالك من كل التفاصيل، الالوان، الكادرات، بس طبعا معايا تيم الفستان كبير. كمان. الدريس فريدة تمرزة الحقيقة ابدعت معانا، ستة عايزة اقول لها المصريات، ثانك يو. يس. ايوه طبعا فريدة مصممة ازياء عالمية لو طبعا الناس مش عارفة، وهي اول مصرية تلبس نجوم هوليوود ونجوم بجد على الريد كاربت. ف حقيقة. طبعا انا بحبها جدا وهي صغيره جدا في السن على فكره، ووصلت لحاجات كتير حلوه، فانا حابه اقول لها ثانك يو سو ماتش برضو ان هي كانت معانا واهتمت جدا باللوك بتاع كارول. بالتفاصيل طبعا، يعني انا حاسه ان هنقلب القعده women empowerment. بس ايوه لا طبعا بس تيم في ناس كتير تيم في ناس صراحه، كتير يعني عايزه اشكرهم كلهم بجد بجد، يعني ما طبعا. حدش انتوا قصر. تعبتوا في الموضوع، وكمان كان في رقصه استعراضيه دي برضو اكيد هادي عواضة، ارهقتك. بصي هادي رحت قلت له يا هادي انا عايزه تعملي رقصه لما تشتغل، يعني تبقى ماتشنج مع الاغنيتين، والاغنيتين اصلا تيمبو غير بعض، صح جدا. فهو بالنسبه له انا انت عارفه الراقص بيرقص على التيمبو يعني، فاللي هو طب انا هرقص ازاي الناس نفس الرقصه على الاغنيتين، يعني ده بالنسبه له اللي هو قال لي نعم. والرقصة كانت هي تعبير حركي لنفس فكرة الراجل والست، ولو خدتي بالك في أغنية الأستاذ هاني شاكر كانت أكتر بتشوفي رياكشنات الراقص الولد، وفي أغنية كارول بتشوفي أكتر أكتر البنت. طبعا نجمة كارول في بتشوفي أكتر رياكشنات البنت، فاللي هو هي بتعبر عنه والولد بيعبر عنه، فده برضو ما كانش سهل، يعني فجأة أكشن بنشغل الأغنية دي يرقصوا، بعدين أكشن بنشغل الأغنية الثانية يرقصوا، فكان الموضوع صعب يعني. يعني عذبتيهم مش قوي يعني. أيوة لا 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 بجد بس بجد ثانك يو شغل هادي فظيع. عوضة جدا يعني. بس خليني أسألك بقى، بعد كل اللي انت حكيته لي ده، موضوع طويل مرهق فظيع اكيد اخذ وقت. احنا صورنا في يومين بس، ايه يومين بس والله يومين بس فعلا. فعلا؟ والله لا احكي لي. لا بصي اصل هو انت التحضير الكويس بيخليكي تنجزي، يعني احنا صورنا يوم
مشهد الحفلة كله، لأن الحفلة ده طبعا كان فيه مجاميع وراقصين وتفاصيل طبعا وطبعا كادرات مختلفة وأحجام مختلفة، تفاصيل كتير قوي. فده اليوم الأولاني كان مرهق قوي لأنه كان مليان ناس. وبعدين في اليوم التاني صورنا كل الحاجات اللي هي يا إما ليهم منفرد أو ليهم مع بعض، يعني مشاهد التمثيل والكوبليهين التانيين اللي هم كل واحد غنى لوحده، دول اتصوروا في اليوم التاني بس كده. بس كده بتقوليها بكل بساطة. ايوه فعلا، هو متصور على يومين بس. برافو جدا جدا جدا، وألف مبروك ثانك يو بجد، ميرسي يعني مبسوطة بيكي فوق ما تتخيلي. ميرسي، ربنا بس يخليك. خلينا بقى إيه، نقلب في حياة بتول ورا شوية كده. ايوه كان ليكي تجربة في الدراما المصرية في أريد رجل، مظبوط صحيح؟ مظبوط، طبعا دي كانت لإياد نصار ومجموعة من النجوم ظافر تانيين. العابدين وحازم سمير طبعا وناس كتير. طبعا. ليه بقيتي عن الدراما بعد المسلسل ده، وخاصة إنك يعني كل كليباتك اللي بنشوفك بتخلي المطرب يطلع فيها بيمثل؟ بصي انا ما بعدش عن الدراما على قد ما انا لسه ما جاليش الحاجه اللي تخليني ارجع تاني اعمل دراما. يعني انا جالي حاجات بس مش شبه اللي انا مستنياه، يعني يا اما مثلا يجي لي ورقه بيعجبني فالانتاج يتعثر، يا اما يبقى في انتاج بس الورق مش عاجبني. يعني لسه ما توفقناش ان تحصل التوليفه اللي كل حاجه تبقى اوكي، فان شاء الله اول ما تحصل هعمل كده اكيد. بس بتوين نفسها تخرج أنهي نوع من أنواع القصص؟ بصي انا من النوع اللي بميل شويه للحاجات اللي فيها ايموشنز ومشاعر وشبه الناس. يعني انا بحب قوي الحاجات اللي شبه الناس، يعني اللي هي فعلا تحسي وانت بتتفرجي. يعني اريد رجلا انت وانت بتتفرجي تحسي ان هي يعني صاحبتك عندها الموقف ده وبنت خالتك كذا، يعني شبهنا. انا بحب بميل قوي للنوع ده من او الميوزيكال. يعني انا هما دول الاكتر حاجتين انا بحبهم. يعني انا مش بتاعت اكشن ولا بتاعت، يعني ده ليه ناسه، فاهم قصدي؟ بصي اي مخرج ممكن يشتغل اي حاجه، بس في حاجه اسمها مخرج بيبقى دي حتته او دي اللي هو عنده سنس فيها او بيحبها. انا دول اكتر نوعين بحبهم. يعني وانت بقى بشغلك كله الحقيقه اللي احنا بنشوفه ثانك يو. يعني فعلا فظيع، يعني بتثبتي ربنا يخليك، فعلا عندك ان ذوق. الاحساس وقريب من الناس، عشان كده يمكن الناس حبته واتعلقت بيه وانتشر الموضوع بشكل كبير جدا على السوشيال ميديا كمان. ميرسي بس بما اننا اتكلمنا عن التمثيل، نفسي اسالك ازاي اقنعتي الاستاذ هاني شاكر يمثل؟ انا عايزه اقول لك ان انا اتفاجئت. هو اولا هو بيمثل كويس جدا، صحيح. وعايزه اقول لك ان المشاهد التمثيل بالذات اللي كان فيها كلام ومع بعض حوار اتاخدت بجد من اول تيك بجد. يعني خلي بالك كارول اصلا بتمثل، كارول واخده جوائز كمان، طبعا ويمكن احنا قبل التصوير بيوم كارول كانت مستلمه جايزه في مهرجان السينما اسكندريه، جايزه فاتن حمامه. واستاذ هاني زمان عمل افلام في بداياته، بس يمكن هو بقاله شويه بعيد عن الموضوع. بس عايزه اقول لك ان هو فاجئني، يعني انا ما كنتش متوقعه كده. وهو والحقيقه هو كمان على الحقيقه دمه خفيف جدا، يعني هو مش زي الاغاني اللي هي طول الوقت دراما، هو على الحقيقه بيضحك طول الوقت. فهو حتى غير الانطباع اللي انا كنت متخيلاه بصراحه. متخيلة جدا. يعني هما الحقيقه كواليسهم كانت لطيفه قوي. يعني فعلا النجم الكبير ده مش كبير بس في اسمه، يعني فعلا النجم الكبير ده بيبقى في فنه وشخصيته وكواليسه واخلاقه. يعني صحيح. حقيقي هما الاتنين نجوم كبار في كل حاجه، مش بس وفي رقي غنى، كمان كده جدا في جدا. التعامل وفي وفي فن، الأسلوب. في صحيح فن بجد. صحيح، يعني الناس دي بجد بتقدم فن، مش ومن أحلى الأصوات كمان طبعا، يعني طبعا اللي طبعا بنسمعها ونتمنى إن احنا نفضل نسمعها كتير ده وما حقيقي، يغيبوش عننا. ده حقيقي يعني طبعا. خليني أسألك برضو مرة كمان عن الكليبات. هل الكليبات بالنسبة لك هتفضل فترة مؤقتة لحد ما تدخلي لا المسرح والدراما؟ ابدا، اصل بصي كل كليب ده تحسي انك بتعملي فيلم صغير. صح. بالعكس فيهم تجدد ومتعه ومفهومش ملل، وبالعكس انا بانجوي جدا. يعني انا بحب الكليبات جدا، يعني انا بشوف ان هي حاجه ممتعه. فكره انك كل مره بتسمعي قصه مختلفه في كلام الاغنيه، طب انا هطلع ازاي. والاصعب ان لما ساعات بيجي لك اغاني معنى، المعنى مش الكلام بس، المعنى متقارب في الاحاسيس،
فانت بتبقي نفسك تبعديهم عن بعض كأفكار، ده بيبقى تحدي اكتر ليكي يعني. فبالعكس ده انا بشوفه ممتع جدا. يعني هو طبعا ممتع وانتي بتعمليه بشكل Thank فظيع. you. انا نفسي الصراحه تكملي في افكارك الاوت اوف ذا ميرسي بوكس ميرسي جدا، بجد. يعني امتعتيني. بصي انا ميرسي مبسوطه، فانا عماله اقول انا ميرسي مبسوطه انا مبسوطه يا بتول. ميرسي يا بس رب. ايه خطتك اللي جايه؟ بصي اللي جاي عندي ان شاء الله في كليب هينزل لمي فاروق قريب جدا. واو مي صوت انا بعشقه بجد يعني، مي صوت مهم ومن اهم اصوات مصر طبعا. والوطن العربي الحقيقه، وموهبه حقيقي تستحق مكانه اكبر بكتير كمان. هي طبعا مكانتها كبيره بس تستحق اكتر بكتير. فاتمنى ان هو يعجب الناس، اغنيه حلوه قوي الحان سامر ابو طالب. وعندي اغنيه لايتن عامر. ايتن عامر ايوه تتجد. دي الحان طبعا الملحن الكبير وليد سعد، دي مش تبع مسلسل و ولا فيلم. لا وكلمات تامر حسين وتوزيع احمد ابراهيم. طبعا تامر شاعر كبير جدا واحمد ابراهيم موزع مهم جدا، وهي برضو انتاج نفس الشركه، شركه لايف ستايل ده ستوديوز. اكسكلوسيف الكلام ده. لا والله عاملين اغنيه حلوه جدا اسمها بناقص. ده ناقص ايتن غالبا. عايزه اقول لك ايتن صوتها حلو جدا ما جدا. ده لا انا مستغرباه. والله لا ايتن صوتها ايتن حلو. بتمثل بقالها اي بس كتير ايتن جدا. غنت في افلام كتير وكده. لا بجد ايتن صوتها حلو جدا جدا. انت عارفه ان معلومه زي دي ممكن يكون كتير جدا من اللي بيتابعونا ما يعرفوهاش. ايوه يعني احنا شويه ما عملناش ضجه قوي، احنا خلصنا الاوديو بس لسه ما صورناش، فيمكن ده خلينا شويه ما يعني ما نشرناش الموضوع بشكل يعني. بصي احنا بنحب نشتغل بعد كده الناس بقى هي اللي تقول. مش احنا اللي طبعا. نقول. طب ومي فاروق بتصوره لا دلوقتي؟ صورنا خلاص صورتوا الكليب. وانتهينا منه وتم تسليمه خلاص، منتظرين بس ان هو يتعرض ان شاء الله. مين اكتر النجوم اللي اخرجت لهم وبتحبي ان انت تشتغلي معاهم تاني، او قريبين على قلبك، او بقيتوا اصدقاء وما والله كنتش متخيله؟ لا بصي هو احنا اوريدي اصدقاء، بس انا استمتعت قوي مع محمد محسن وهبه مجدي في الاغنيه بجد طبعا بجد، كانوا طبعا. لذاذ قوي وكانوا مشاعر حلوه، وبجد الاغنيه تحسي حقيقيه قوي يعني، هي شبههم وشبه قصتهم فانا استمتعت معاهم. انا بحب الاغنيه دي بحبها قوي. وفي بنت جديده اسمها مي مصطفى، البنت دي صوت حلو قوي، اغنيتها اوريدي نزلت. انا بجد استمتعت بالاغنيه دي بقى قوي قوي قوي، وهي صوت انا شايفه انه قادم بقوه ومحتاجه بس دعم شويه وفرص، بس هي انا من الناس اللي استمتعت بيها جدا. يعني ما شاء الله ما تحسبهاش يا جماعة، أعمال كتير جدا الحمد في لله الفترة الحمد لله القصيرة دي، وبجد يعني أعمال ناجحة كلها ربنا وأعمال يخليك. جميلة وأعمال تشرف فعلا فعلا. اللي كان بقى بجد قولي مختلف بقى عني، كمان. لا اللي خلاص نزل اوريدي وكان مختلف عني الكليب بتاع خالد تاج الدين الراب ده يعني ده مش شبهي بقى يعني، ده كان تحدي بالنسبه لي. وإيه الصعوبات اللي قابلتيها؟ لا بصي ما يعني الحمد لله. بصي هو بس فكره ان خالد اول مره يقف قدام كاميرا ده كان شويه قلقني، بس هو الحقيقه كان فاكر جدا يعني اكتر مما انا كنت متوقعه يعني، لان خلي بالك واقفه قدام الكاميرا دي صعبه جدا جدا. وأول مرة وأغنية بيت سريع تمام، وكمان مدرسة جديدة عليا أنا فاهمة. بس بالضبط. أنا طبعا كنت حابة معنى الكلام وفكرة إن إحنا بنتكلم عن الإعلام الفاسد بنسلط الضوء على فساد الإعلام بتاع الإخوان. ده كان عاجبني إن كان في مسج مهمة جدا في الموضوع طبعا واتعمل بشكل بس ارتستيك يعني. فأنا كنت مبسوطة قوي بالأغنية دي بصراحة جدا. بصراحة انتي مفاجأة، يعني Thank you. مفاجأة والله. وانا مقتنعة جدا بكلامك ان طول ما الواحد بيشتغل بالحاجة اللي بيحسها او اللي هو حاسس ان هو فعلا هيقدر يطلع منها شغل حلو، هيطلع شغل فظيع، مظبوط. عكس لما يكون مجبر ان هو يشتغل. هو ايه ده شغل، صح. يلا مضطر اشتغل بقى. خلي بالك البنات عندهم هي والله مش تحيز، انا مش عنصريه خالص، اوكي بس البنات عندهم حتى اصل البنت عاده اما بتشتغل هي مش بتشتغل عشان هي لازم تشتغل، هي بتشتغل عشان هي حابه.
بالظبط. فاكتر بتلاقي عندها في روح قتاليه كده اكتر، يعني اللي هو لا انا عايزه اعمل، انا عايزه اثبت نفسي انا يعني. فدي شويه ربنا مديها لنا، انا بشوف نعمه يعني. طبعا، وبحس ان احنا عندنا طموح وشغف دايما صح. بيبقى اعلى بالرجاله بس لا بالنسبه على لي. فكره بصي، انا ما بحسش ان كده، انا بحس ان هو الشخص يعني في رجاله طموحه، طموح غير عادي، وبتوصل لمكانات كبيره جدا وهي بادئه من زيرو. في ستات نفس الفكره، وفي برضو العكس، يعني هي شويه بس احنا احساسنا بيحركنا، لا احنا والطموح يا والشغف ست احساس. تفاصيل يعني، فعلا هي ست تفاصيل واحاسيس وحاجات كتير. صح. طب قولي لي، مين مثلك الاعلى في عالم الاخراج؟ بصي انا بحب ناس كتير قوي، صعب ان انا اقول لك عندي مثل واحد، بس انا ممكن اقول لك مين الناس اللي انا بحب شغلهم. يعني انا بحب مدارس كتير قوي يعني، فاهمه؟ وكل مدرسه بتعلمني حاجه طبعا. يعني، فاهمه؟ عايزه ناس دلوقتي ولا قولي لي، سواء كانوا يعني؟ موجودين معانا او لو راحوا حاليا بعد. طبعا محمد ياسين انا بحبه جدا جدا، بحب شغله قوي. بحب طبعا كاملة، بحبها قوي طبعا قوي قوي. كاملة جوزيف. طبعا بحب لا يعني في الناس تامر محسن بحب شغله قوي يعني، في ناس كتير صراحة من الناس الحالية بحب شغلهم، بستنى أصلا شغلهم واتفرج عليه يعني، بحبهم جدا. انت فظيعه كده كده Thank you so much. بالنسبه لي. خليني اسالك اخر سؤال قبل ما ننهي مع بعض، مع ان انا مش عايزه اللقاء يخلص عن Thank you. نفسي بصراحه. ميرسي حبيبتي. سمعنا ان في عمل درامي هيجمعك انت وكارول سماحه مع بعض، هل ده حقيقي؟ فعلا عندنا أغنية برضو مع نفس الشركة، شركة لايف ستايل ستوديو. مش حاجه تلفزيونيه؟ لا لا هو أغنية درامية. اوكي. لا إنما مش عمل درامي، بس والله يا ريت يسمع من بوقك ربنا. لا مش هيحصل، اكيد يا ريت، هيحصل. أتمنى. لا المفروض إن إحنا عندنا تو بروجكتس مع بعض الأيام اللي جاية، حلو قوي. يعني دعينا إن هما يطلعوا مختلفين برضو، بس لسه بقى بنشتغل عليهم وبنحضر وكده. يعني كان في 2 قبل كده مع كارل وطلعت مختلفة تماما، فاحنا أتمنى. مستنيين نشوف. خلي بالك كل مرة سقفك بيبقى، بتبقي نفسك تعملي الأعلى يعني التحدي بيبقى اكبر طبعا، وبيبقى أصعب على فكرة، طبعا. لأنك بتحسي إن أنت اللي هو طب أنا عايزة أعمل أحلى من اللي فات، فبتبقى أصعب بكتير يعني، بتديكي فعلا مسؤولية يعني، فاهم؟ انت ايه فأتمنى. اكتر كومنتس جاتلك خليتك يعني محسساكي بالتحدي الجاي ان هو كبير، بالذات من ناحية كارول؟ بصي انا سمعت جمله من ساعه الاغنيه نازله، بقى لها يومين بس، الاغنيتين نازلين بقى يوم لهم يومين 18 بس. بالظبط. بالظبط. فعايزه اقول لك ان من ساعه ما نزلوا اكتر كلمه اتكتبت لي في الكومنتس، سواء من الجمهور او من الزملاء يعني ناس زمايلنا او فنانين كبار او اعلاميين كبار، انتوا غيرتوا شكل الفيديو كليب، انتوا عملتوا فكرة جديدة، انتوا طلعتوا حاجة خلتنا نروح بشكل تاني في مفهوم الفيديو صح. كليب. فدي جملة كبيرة وما اتقالتش من شخص يعني، انتي لو دخلتي على تويتر وفيسبوك هتلاقي الجملة دي مثلا مكتوبة 90,000 مرة. فبالنسبة لي اللي هو دي جملة أنا شايفة إن هي عليها مسؤولية كبيرة جدا. صحيح. أنتي وريتي الناس شكل مختلف وطريقة مختلفة، فلازم لازم تفكري في الأعلى طبعا. والاختلاف الأكتر، فده محتاج شوية تحضير وبالذات ان احنا كبير. لو بنتكلم كمان، احنا يعني الجمهور المبدئي، يعني المبدئي حقيقي كان جمهور مصر ولبنان، يعني طبعا ده غير بقى عشاق يعني الفنان الكبير والاستاذ الكبير طبعا بس يعني. والله انا عايزه اقول لك انا جالي مكالمات من كل الوطن العربي بجد يعني، انا عندي اصدقاء كتير من السعوديه كلموني ومن الامارات، وكارول كلمها ناس من طبعا. المغرب العربي، وعايزه اقول لك ان انا اذاعه مونت كارلو وفرنسا كلموني عايزين يعملوا مداخله. في اصدقاء يعني انا مخضوضه منها بصراحه يعني يعني. أنا بجد الحمد لله. بجد فخورة Thank يعني you. إنك كنتي موجودة معانا النهاردة في تلفزيون يوم وأنا السابع، كمان مخرجة والله. بتول ميرسي عرفة ميرسي. Thank you الجميلة، so much. بجد ميرسي ميرسي ليكي، ميرسي. وبنتمنى لك التوفيق، يا وأكيد إحنا مستنيين أعمالك اللي جاية، يا رب إن شاء وإن الله. شاء الله كمان نشوفك في الدراما في السينما ومسلسلات بقى، وتكسري إن الدنيا شاء الله. كلها. Thank you so much. شكرا ميرسي ليكي جدا جدا. جدا. ميرسي. ميرسي ميرسي. متابعينا متابعي تلفزيون اليوم السابع، يعني لقاء من
جميل جدا على قلبي. مخرجة بتول عارفة كانت من ورانا النهاردة في التلفزيون يوم السابع عشان تشوفوا لقاءات تانية أكتر. خليكم دايما بتتابعوا تلفزيون اليوم السابع. شكرا لكم، كنت معكم شروق.